اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقه من قناه المحور، وانا معكم محمد الباز. في السياسه علمونا انه مفيش تحالفات مطلقه، وكمان مفيش عداوات مطلقه، بمعنى انه في عالم السياسه ممكن يبقى حليفك النهارده عدوك بكره، او عدوك النهارده هو حليفك بكره. ويمكن الناس اللي ما بتبصش للسياسة من المنظور ده بيتخضوا شوية، أو بيتلخبطوا شوية، أو بيندهشوا شوية، لأنه ممكن ببساطة شديدة جدا تلاقي دولتين بينهم مصانع الحداد، وفجأة تلاقي الأمور يعني أصبحت بينهم جيدة. الحقيقة القاعدة دي ما بتنطبقش قوي على العلاقة ما بين مصر والسعودية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه في ابعاد كتيرة جدا في علاقتنا بالمملكة العربية السعودية، مش بس لها اساس سياسي واقتصادي، ولكن كمان لها اساس ثقافي واجتماعي وديني وروحي. يعني الناس بتبص للمملكة العربية السعودية انها الدولة الحامية للمقدسات الإسلامية، والراعية للحجاج، والتي يرقد هناك نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك بتلاقي الناس طول الوقت بيحسبوها مع السعودية بشكل مختلف، ناس في مصر سواء كان النظام السياسي أو حتى الشعب المصري. عشان كده أنا استغربت شوية من الناس اللي مندهشة من استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القاهرة. على المستوى السياسي احنا قدام ولي عهد لدولة كبيرة جدا، بادئ يعني رحلة خارجية او زيارة لعدة دول في المنطقة قبل سفره الى قمة العشرين اللي هتعقد في الأرجنتين. طبيعي جدا لما شخصية عربية كبيرة في دولة كبيرة زي السعودية تقوم بجولة أو زيارة لعدد من الدول، فلازم مصر تكون في القلب، لازم مصر تكون مقصد أساسي في هذه الزيارة. الزيارة دي مش أول زيارة لمحمد بن سلمان لمصر، جه في أول السنة في مارس اللي فات، وكانت زيارة احتفالية كبيرة لأنه هي كانت أول خروج لولي العهد بعد أن تحمل أو تولى مسؤولية منصبه كولي العهد. وهنا التقينا بيه وكلمنا معاه وكلم معانا وسمعنا منه، وتفقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الكبرى اللي مصر بتعملها، وكمان حضر مسرحية في الأوبرا، وكان ده ليه دلالة انه هذا الرجل الذي لديه مشروع تحديثي في السعودية ما بيهزرش، لا بيتكلم بجد، وانه وجوده في الأوبرا بما تمثله من معنى ثقافي كبير بيؤكد انه مشروعه مشروع حقيقي. فعلى المستوى السياسي زيارة مهمة جدا، خاصة انه تم فيها تناول عدد من الموضوعات المهمة. على مستوى التعاون ما بين مصر والسعودية، التعاون الاقتصادي ما بين مصر والسعودية، وعلى مستوى الملفات المهمة في المنطقة، يعني الوضع في اليمن، المسائل هتبقى ماشية ازاي، ده مهم جدا. العلاقة مع قطر ليه؟ لانه مثلا اتقال بعد الأزمة الإعلامية التي تسببت فيها الجزيرة وتسبب فيها الإعلام القطري ووقفت وراءها أجهزة مخابرات عدة، قالوا أنه أكيد هيتضغط على السعودية عشان يبقى في انفراجة في العلاقات مع قطر، ويبقى في تصالح مع قطر. وناس كتير امبارح حتى كانوا بيتكلموا معايا انه طب لو السعودية هتصالح قطر، طب احنا موقفنا ايه؟ احنا عندنا موقف مبدئي من قطر، وشايفين انها دولة داعمة ومموله ومحتضنة وحاضنة للارهاب. فالنهاردة زي ما نشرت وسائل اعلام كثيرة مصرية وسعودية، كانت الإشارة هناك أنه لن يكون هناك صلح مع قطر
إلا إذا التزمت بالبنود ال 11 اللي دول الرباعي العربي حطتها كشرط، ودي شروط كتير، فلن يكون هناك تنازل عن أي بند من هذه البنود، بما يعني أن هذه الزيارة التي يقوم بها ولي العهد إلى مصر تم فيها تجديد التأكيد على أن قطر لا بد أن تنزل على مطالب الدول الأربعة حتى يكون هناك صلح أو حتى تعود العلاقات مرة أخرى. مفيش حد هيتسامح مع دولة إرهابية ولا دولة وقفت وراء تدمير ولا تزال تدير مؤامرات لتدمير المنطقة، مش منطق يعني. فده جزء مهم جدا. استغربت برضو من الناس اللي استنكرت انه في ناس خرجت تستقبل ولي العهد. احنا بنقول في مصريين طلعوا، في مصريين طلعوا واستقبلوه بهتافات ورفعوا اعلام، استقبلوه بهتافات ورفعوا اعلام. قد يكون ده تعبير تلقائي من عدد من الناس، قد يكون في ترتيب ما مقصود. بيحصل في الدول كلها يعني، اللي موجود اهو ده مثلا في ميدان التحرير. افتحوا لنا يا جماعه، افتحوا لنا. طيب اهو يعني ده في ميدان التحرير اهو، مصريين واقفين. العدد كام؟ عدد معقول، فيه بنتكلم مثلا في مئات. كان موجود امبارح ناس قدام فندق الفور سيزون اللي هو كان نازل فيه، كان موجود وهو طالع من المطار، هو طالع من المطار. خلينا نتكلم بصراحة يعني، لأن أنا لقيت حالة كده من التعالي الشديد على الناس اللي نزلوا يرفعوا أعلام السعودية ويرحبوا ب أهو ده على الكورنيش، أهو من الناس واقفة بأعلام السعودية بيرحبوا بولي العهد السعودي. الفكرة في إيه؟ إنه بالفعل العلاقات بين الدولتين مش دلوقتي فقط ولكن قبل ذلك بكثير علاقات قوية جدا. وعايز اقول لحضراتكم بيتحدد على شكل العلاقة ما بين مصر والسعودية استقرار المنطقة او توترها. يعني لو العلاقات بين مصر والسعودية علاقات مستقرة ومدعومة بالمصالح المشتركة بتلاقي المنطقة كلها مستقرة. لو في حالة من يعني القلق، حالة من التوتر شوية، ودي حاجات نادرة جدا في تاريخ العلاقات المصرية السعودية، بتلاقي المنطقة كلها متوترة. دولتين كبار مهمين وشخصيتين كبار، لأن أنا هقول لحضراتكم حاجة، الأزمة التي تعرض لها محمد بن سلمان أنا شايف إنها تقويه ولا تضعفه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بان لينا فعلا انه هذا الرجل صاحب مشروع تحديثي، صاحب مشروع تطوير لبلده، واصحاب المشروعات الكبيره والافكار الكبيره لابد ان يتعرضوا لمحاولات تشويه، لمحاولات عرقله، لمحاولات تعطيل. وكان هذه الازمه التي تعرض لها كشفت لنا عن اهميته لتحديث بلده و نقل بلده نقلة حضرية. أنا قريت المسألة كده، قريت المسألة كده. وخلوني أسمع لي الأستاذ عمر الشدي، رئيس تحرير صحيفة اليوم السعودية وأحد أعضاء الوفد المرافق لي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أستاذ عمر أهلا بك يا فندم. أهلا بكم دنيا. يعني هي زيارة خاطفة لكن مهمة ولها دلالات خاصة. كيف قرأت هذه الزيارة، زيارة ولي العهد إلى القاهرة؟ والله في اعتقادي أن من المهم أن يكون هناك أولا تقارب بين الدولتين العربيتين الكبيرتين، محور الوطن العربي الكامل. يجب أن يكون هناك تقارب كبير جدا في الآراء، توحيدها، ايضا لمواجهه الازمات اللي تمر فيها المنطقه العربيه بشكل عام والدولتين. فاعتقد الزياره هي ترسم خطوط واضحه للنهج السعودي المصري او المصري السعودي في التعاون الكبير في مصلحه الوطن العربي
ورفع شانه وحل مشاكل موجودة. ممكن تعرف أنت أكثر مني والمشاهدين يعلمون أن السفن السعودية والمصر لحفظ الأمن وسلامة الوطن العربي وحفظ الوطن العربي مهم جدا. استاذ عمر، فلو يا جماعه وكلموه تاني.